موحد القطارين، موحد القطارين، يبقى أكيد قصده اللي خلاهم يتقشوا ببعض، يبقى أكيد السواق. سواق إيه؟ موحد القطرين مين؟ ينام بحذائه ولا يفارقه. حصان ايه في ايه؟ ايه الدوشة اللي انت عاملها دي؟ يا جدو انت صاحي؟ انا كنت فاكرك نايم. كمان؟ يعني لو كنت نايم كنت هتعمل ايه الدوشة دي برضه؟ انت امك مسلطاك عليها يا ابني. اعمل ايه يا هيلو بقى؟ ما انا بجرب السماعات الجديدة عشان لسه مستلفهم من واحد صاحبي. يلا لم الحاجات دي، انا داخل انا. يلا. ماشي. الورق ده انت جبته منين؟ من الكتاب ده. شخصية مصر؟ اه. هي شخصية مصر بقت تتبعتر دلوقتي تحت السماعات؟ ما انا قلت بقى ايه؟ اعزل السماعات عن الارض عشان الجيران ما يطلعوش يعملوا لنا بوليكا زي كل مرة. بوليكا؟ بوليكا؟ اه. وفين بقية الكتاب؟ لا ما كل سماعة خدت اللي فيه النصيب بقى. شخصية مصر دلوقتي بتتفرش تحت السماعات. يعني اقطع الكتاب ولا اسيب السماعات تعمل لنا هزة أرضية؟ وبعدين مش انت قريت الكتاب؟ يعني ايه ده؟ هما علموك كده؟ ان الكتاب لما يتقري يبقى قدم؟ يلا. جمع لي الكتاب ده زي ما كان. ماشي. فاهم؟ حاضر حاضر حلو. يلا. حاضر والله العظيم هرجع لك كل حاجه زي ما كانت دلوقتي. حاضر. انا كده اطمنت على مستقبل البلد. كانكو خيب. طبعا انا حابه ابارك لحضرتك على القضيه اللي كسبتيها مؤخرا. دلوقتي مصر كلها بتتكلم عن نجاحك. الحقيقه انا بشكركم جدا انكم اهتميتوا انكم تصوروا معايا. انا درست القانون وعهدت نفسي اني اقوم بتنفيذه والوقوف جنب كل مظلوم. طيب تردد اسم حضرتك في الاوساط الدبلوماسيه رشحك بقوه لتولي مناصب مهمه في الدوله. هل حضرتك على استعداد لده في الوقت الحالي؟ انا بحب اعمل في صمت. موضوع المناصب ده انا مش من هواته، وبعدين الدفاع عن حق المواطن مش محتاج لمنصب، محتاج بس ان احنا يكون في قلوبنا رحمة. انا ما تصورش خالص ان يكون في انسان مظلوم وما دفعش عنه. حتى لو الانسان ده مش هيقدر يدفع اتعاب لحضرتك؟ قطعا. بتجيلي قضايا لحالات انسانية كتيرة جدا، وانا بقبلها بدون تردد وبدون مقابل كمان. وغير ذلك مما يضيق الوقت والمساحة بسرده، والذي ما هو إلا نتيجة للحكم الفردي المطلق الذي لا يراقب ولا يحاسب ويستهين بالدستور الذي هو أساس شرعية أي حكم. وسؤالي الأخير، هل هو مجلس للشعب أم مجلس للحكومة؟ أستاذ هلال مزودها أول مرة دي، شكلها كده مش هتعدي على خير خالص. كل مرة بنقول كده وبرضه بتعدي، وبعدين الحمد لله الجورنال بقى ليه شعبية أكتر من أي جريدة قومية تانية. ما طول ما في إقبال على الجورنال ومقالات أستاذ هلال مولعة الدنيا كده، الأمن أكيد مش هيسيبنا في حالنا. ده بدل ما تفرح إن مبيعات الجريدة بقت بتزيد كل شهر عن التاني.
صباح الخير يا استاذ هلال. صباح الخير رؤية. انا قريت المقال بتاع حضرتك ومكسر الدنيا على السوشيال ميديا. طب كويس الحمد لله. انت عارف حضرتك لو نزلت صورتك مع كل مقالاتك مش هتعرف تمشي في الشارع. وهنزل صور ليه لما مش هعرف امشي في الشارع؟ يا ابني هريت امي بالفلاش بتاعك ده، ارحمني. عليا النعمه يا استاذ، عليا النعمه، صورتك اتحط على مجله التايمز. يا بطل التطبيق، بطل التطبيق ده، انت شغال في جريده معارضه. ما هو احنا نعرض بره لكن جوه نطبل ونهيص، ما تخلينا نفرح شويه. يعني انت لو ما نزلتيش مع هلال مش هتشتغلي؟ هشتغل، بس انا كنت حابه اشتغل مع استاذ هلال من كتر اللي سمعته عنه، وكمان قريت المقالات اللي بيكتبها وعجبني قوي جرأته. هلال كامل ده يا نهى صديق عمري، يعتبر هو اللي اسس الجورنال ده معايا، والحقيقه يرجع له الفضل هو ومقالاته في الشهره الواسعه والانتشار الكبير اللي حققها الجورنال والموقع كمان، رغم ان احنا تقريبا ما كملناش 5 سنين. ما انا عارفه يا استاذ دراز، وعارفه كمان انه انسان مثقف جدا. خلاص يا نهى انا هنزلك معايا. مبسوطه؟ بس خلي بالك يا حبيبتي لازم تركزي قوي في كل كلمه بيقولها هلال. هلال بيعمل الحرف بتاعه 1000 حساب. حضرتك كده بتقلقني منه خالص. هلال ده حد جميل، ده اطيب خلق الله. تحت عمرك يا فندم. الاستاذ هلال لسه ما جاش يا جابر؟ لسه واصل مكتبه حالا يا فندم، وانا هروح اودي له القهوه بتاعته هناك. لا هات له القهوه بتاعته هنا وروح قول له يجي يشربها معايا. مش هينفع يا فندم، حضرتك عارف ان هو بيحب يشرب القهوه مع الكلمات المتقطعه. يوه تاني؟ دي عاده مش هيبطلها هلال ابدا. الأستاذ دراز بيسأل على حضرتك. خليه يتفضل. لا ده هو بلغني أبلغ حضرتك إنه مستنيك في المكتب. طب شوية كده وأروح له. هو حضرتك بتدور على حاجة معينة؟ كان في ورقة جورنال مكتوب فيها كلمات متقاطعة. دي ورقة جورنال قديمة، أنا لقيتها على المكتب وأنا بنظف فرمتها. أنا مش قايل لك 100 مرة ما تهوبش ناحية أي حاجة موجودة على المكتب. حاضر حاضر يا أستاذ هلال، بعد إذن حضرتك. ان شاء الله هتكسب القضيه. العادي بتاعك يا استاذ. يا دي الزن. ايه يا عز في ايه؟ بكلمني كتير ليه يا ماما؟ النهارده عيد ميلاد جده، لازم تبقي موجوده عشان اعملها له مفاجاه. معقول يا عز بتتصل بيا 5 مرات عشان تقولي كده؟ انا افتكرت ان في مصيبه. يعني انت افتكرت ان في مصيبه وبرده ما كنتش بتردي؟ يا استاذه لازم ندخل القاعه حالا. اقفل يا عز اقفل، عندي جلسة مش فاضية. براءة ان شاء الله.